للحديث عن الذكرى الثانية لانطلاق ثورة تشرين والتظاهرات التي خرجت في بغداد والبصرة وبابل وذي قار وكذلك في مدن أخرى من العراق، معنا من بغداد الناشط في التظاهرات حامد الشمري. أهلا بك سيد حامد. يعني بداية، كيف ينظر المتظاهرون إلى التفجير الذي وقع في ساحة التحرير ببغداد؟ ما الذي حصل بالضبط في ظل هذا التوافد للمتظاهرين؟ تفضل. مساء الخير عليك أستاذ وعلى كادر قناة الرافدين. وبالمناسبة بسم الله الرحمن الرحيم، رجالا صدقوا ما عاهدوا الله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. طبعا نبارك لكل أبناء شعبنا العراقي بالداخل وبالخارج الذكرى الثانية لمرور ثورة تشرين، تشرين العطاء، تشرين الدم، تشرين الشهداء، تشرين الشرف. تحياتي لقناتكم الموقرة. حدثنا عن التفجير سيد حامد، ليتك تتفضل بالحديث عن التفجير الآن، تفضل. نعم نعم، التفجير صار قرابة الساعة عندما خرجوا الإخوان المتظاهرين اللي افتهمناه قنبلة صوتية، أرادوا يطيحون بخسائر شبابنا، وهذا احنا كله متوقعينه اخي العزيز، هذا كله متوقعينه الحمد لله على سلامة. نعم. وما عندنا خسائر ان شاء الله. سيد حامد، ماذا تعني لكم انتم المتظاهرون استجابة متظاهرين اخرين الى الدعوات والنزول بتظاهرات في ذكرى ثورة تشرين بعد عامين من انطلاق الثورة؟ ماذا يعني نزول المتظاهرين؟ طبعا شبابنا مثل ما تعرفون ثورة تشرين قدمت 1000 شهيد و 26,000 جريح، 6 معاقين، 6,000 معاقين. هذا الإصرار والعزيمة دفع شبابنا وكل عراقيين الشرفاء اليوم نحيي الثورة، لأن هاي الثورة قلت لك هي أمل العراقيين. نعم. الشرفاء بالخلاص من هذه الطبقة السياسية. نعم. الفاسدة والمجرمة والعميلة والخائنة، شو تريدون تأصفونها أصفوها. سيد حامد، خروج هذه التظاهرات بالتوازي كما تعلم مع الحكومات أو الحملات الحكومية المتواصلة للترويج للانتخابات، إلى أي مدى يؤكد رفض المتظاهرين للانتخابات المقبلة؟ نعم، شكرا على هذا سؤالك المهم والشاغل الشارع العراقي. أطمئنك أخوانك الثوار، أغلبية ثوارنا رافضين ومقاطعين هاي العملية السياسية، لأن تدرون إحنا سبب مقاطعتنا. أخوانكم الثوار مؤمنين بالتداول السلمي والانتخابات النزيهة، لكن مثل ما تعرفون من 2006 لحد الآن ماكو انتخابات نزيهة ولا ديمقراطية بالعراق. أكو سلاح وأكو مال حرام وكل شرط ما نبذله. يعني أخي العزيز، إحنا اليوم طالبنا، إحنا دائما نجدد مطالبنا، أولا دماء شهدائنا المتظاهرين اللي لحد الآن ما حد حاسبهم ولا الجهة زين سببت هذا القتل أمام العالم كله. سيد حامد، يعني الحكومة أعلنت أنها ستحاسب قتلة المتظاهرين كما تحدثت قبل قليل وبينت أنه لم يحاسب أحدا. السؤال هنا، هل صدق المتظاهرون بالفعل أن الحكومة ستتحرك من أجل ما وعدت به وهو ملاحقة قتلة المتظاهرين؟ أستاذي العزيز، طبعا طيلة هاي الفترة هم سياستهم التسويف والمماطلة، ومثل ما عرفتوا أمام العالم لما ظهروا شخص يحمل رتبة ملازم أول، يعني هم جاي يتعاملون شغلة إعلامية أمام هاي الدماء الزكية اللي سقطت دفاعا عن العراق. نعم. للسؤال الأخير الآن سيد حامد، يعني خروج هذه التظاهرات في بغداد والعديد من المحافظات رغم ما يجري من قمع ضدها سابقا ولا يزال متواصلا كما تعلم، هل يشير بشكل أو بآخر إلى فشل الأحزاب السياسية بإنهاء التظاهرات؟ نعم نعم، حكومة السيد مصطفى الكاظمي رضخ للأحزاب وصفقة من زالوا الخيم مثل ما تعرفون بداية مطلع هذا العام. طبعا مشاركة الأحزاب أخي العزيز من خلال قناتكم، لأن إحنا ثورة تشرين عزيزة علينا وعهد عهد شرف ورجال إن شاء الله نلتزم بها. عندنا محافظات
جاي يتعرضون الى اعتقالات ودعاوي كيديه، هاي كلها مخلينها قدامهم. كل اي محافظه يشوفونها قويه وشبابها مندفعين ومحافظين على الثوره قاموا يهددونهم بهاي الشغلات. فاللي ارجوه من عندكم اريد تقرير كامل على هاي المحافظات، لان عجزنا كل العالم متخاذل وجبان امام هاي الحكومه، لان وجد مصلحته بهاي الحكومه الضعيفه زين اللي ضيعت البلد، ضيعت البلد ورهنت إرادة المواطن وإرادة ثرواته. الناشط في التظاهرات حامد الشمري كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك.